ثلاثة بين كوريا وماليزيا. باقي لي تان باقي. يفترض أن الوقت خلص. يفترض دقيقة 15 يعني. ومن 12. وعموما المباراة الثانية كوريا في هذه النتيجة أصبح المركز الثاني. كوريا في مجموعتها الآن المركز الثاني. البحرين راحت المركز الأول مع اليابان. كوريا الجنوبية في المركز الثاني. الأردن في المركز الثالث. اللي البحرين راح تلعب مع اليابان. كوريا الجنوبية مع قطر. لا سعودية. الثالث إحنا الأردن. مع الأردن. سعودية. الثالث كوريا الجنوبية مع منو؟ سعودية. مع السعودية. شوي اختلطت الأمور عندنا يا جماعة الخير. الأردن معاكو. وإحنا مع الأردن. هي تلعب مع السعودية أو تايلند. مش مع السعودية. هي كوريا تلعب مع المجموعة السادسة. السادسة. إيه. عشش ترى صارت لخبطة. لا تقصد أنت إذا تايلند اليوم فاز على السعودية ممكن يأخذون إنهم يلعبون المركز الأول. مجموعة خارج. يلعبون مكان. إحنا نعرفه هذه مجموعة السعودية. بس عفوا يا شباب عن الحديث الجانبية. السعودية الآن في المركز الأول. تايلند في المركز الثاني. عمان في المركز الثالث. بنقطة واحدة في المجموعة طبعا. الآن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني تلعب مع صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة. الآن السعودية في المركز الأول الآن معانا صح. لكن على الآن في مباراة ثالثة اليوم راح تلعب بين السعودية والمنتخب التايلندي. عموما أنا ما بتكلم عن النتائج. نتائج أول شيء نقول إحنا مبروك البحرين. الله يبارك في حياتك. توقعت إنك تبارك طبعا يعني. البحرين بيلعبون مع اليابان. الأردن كثالث المفروض يلعبون معنا ولكن إحنا لا نستبق الأحداث لأن في انتظار نتيجة مباراة عمان وقرغستان. مايند معيش هل هو تهاون ولا شو السالفة ولا كل اللي بيطلع من طريق اليابان. هذه تعتبر يعني خلينا أكبر معناها هذه تعتبر فضيحة في حق الاتحاد الآسيوي والكرة الآسيوية والقارة الآسيوية. تلاعب في النتائج ما يسمى بالتلاعب في النتائج. واضح أن كوريا تريد أن تهرب من ملاقات اليابان. واضح أن الأردن تريد أن تهرب من اليابان. لذلك الأردن سلمت المباراة مع احترامي للبحرين المبروكين. وأيضا كوريا سلمت المباراة لماليزيا. تصور مباراة كوريا وماليزيا خالد عشان أكد كلامي. الشوط الأول كان نسبة الاستحواذ حق الفريق الكوري 86% مقابل الفريق الكوري 86% مقابل 16% وكوريا متقدمه 1-0. ماليزيا كوريا 1-0 متقدمه الشوط الاول 1-0. نسبه استحواذها 86 ولا تسديده عليها. لا حتى تسديده مش تسديده داخل المرمى تسديده هاي ولا عليها. اجي الشوط الثاني تسجل عليه 3. واضح انه في تلاعب. الأردن قاعد يلعب يشارك الاحتياط وأيضا يبدل الأساسيين في المباراة بلعبين احتياط. يعني حتى الأساسيين اللي مشاركهم قام يبدلهم محافظ على 1-0 ما يبغي يخسر 2-0. 1-0 يكفي لأن 2-0 أو 3-0 يعني مش حلوة في حق الفريق الأردني. لكن واضح أنه يريد أن يخسر المباراة كما كوريا أن تريد تتعادل. نأخذ فاصل ونتواصل.